السد الأخضر، أنا نتمنى باش في المنطقة هذه ياخذ مستواه الحقيقي. منطقة فيها تنوع غابي، ما نقزمش مصالح الغابات، ولكن وحدها ما تقدرش. هذه فرصة نخضر المنطقة بالغابات وكذا، ونخلق مناصب شغل، لأن منطقة محرومة من مناصب شغل. عشت شوية في الحرمان، ولاية مجاهدة بيتم المعنى، يعني لازم نكملوا الشيء اللي ناقص نبرمجوه.